الواحد لما بيبقى عايز يخس بيحاول ان هو يخس باسرع طريقه واسهل طريقه، يعني واسهل طريقه اكيد ان هو مش عايز يروح الجيم، يعني دي الحاجه الكومن. بس ازاي ان انا اخس، بس اخس بشكل سليم، وفي نفس الوقت لو انا من النوع اللي انا مش عايز اتحرك ازاي كمان جسمي ما يفقدش فيتامينز كتيره محتاجه، وفي نفس الوقت ما ارجعش اتخن تاني بعد الدايت اللي انا بعمله او بعد النظام اللي انا ماشي عليه. كل ده هنعرفه من خلال الفقره مع دكتور هام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه. صباح الفل. صباح الفل يا نهوى، منورانا. وبقالك فتره، ها بقالك فتره ما جيتيش معانا. مبسوطه قوي ان انا بقيت معاكم. بصي بقى، خلينا نبدا كده بالسؤال ده، لان قضيه الواحد يخس ويتخن والحاجات زي كده قضيه بيعاني منها كل الناس، رجاله ستات اعمار مختلفه، مفيش فئه معينه يعني. صح. ازاي ممكن ان انا اخس وفي نفس الوقت مع الخسسان ده وان انا باكل بورشنز اقل ما افقدش فيتامينز واخس بقاش بوشي شاحب وفي نفس الوقت ما ارجعش تاني للوزن اللي انا كنت فيه او اتخن كمان؟ صح. عنه هو اهم حاجه ان انا ابقى عارف انه انا بعمل دايت مظبوط، يعني دايت متوازن، لان في ناس كتير بتلجا ان هي بتبقى عايزه تخس بسرعه او بالزبط. توصل للتارجت بتاعها بسرعه، فبتروح تقلل في السعرات بتاعتها كتير، فتبتدي تعاني من المشاكل بتاعه الدايت، تقول انا ما عنديش طاقه، انا بتعب كتير، مناعتي باظت، شعري بيقع، نفسيتي تعبانه، مش عارف انام كويس. كل الحاجات دي هم بيرموها على الدايت، رغم ان هو الدايت المفروض ان هو يحسن من ده كتير. يعني انا بعمل نظام غذائي، النظام ده بيبقى متوازن، في عجز شويه في السعرات بس هدفه ان هو يديني باور وان هو يقوي لي المناعه وان انا شعري ما يقعش وان انا اخد الفيتامينز والمينرالز اللي انا عايزاها من الاكل بتاعي. عشان كده احنا دايما بنقول ان الخطوه الاولانيه لازم نظام الغذاء بتاعي يكون متوازن وصحي، وما ينفعش للستات اقل عن 1200 كالوري، وبالنسبه للرجاله ما ينفعش اقل عن 1500 كالوري. ده كل الاعمار؟ لا، ده في الادلتس اللي هم في سن من العشرينات تقريبا لغايه ما فوق بقى 65 مثلا، ولا يعني واحنا ستينات نفس القدره 1200 كسيدات. انا ما ينفعش اقل عن 1200 لاي حد بني ادم ادلتس. الاطفال ساعات بياخدوا اكتر من 1200، يعني اللي هم التين ايجرز عشان حرقهم اعلى ومحتاجين غذاء اكتر. بس انا بتكلم في العموم، انا ما ينفعش اقل عن الرقم ده، لاني بلاقي ناس بتاكل 700 كالوري و500 كالوري وفاهمين ان هو ده الدايت وبيلاقوا بعد كده مشاكل صحيه كتير. فانا مش عارف اتحرك بقى زي ما انت قلتي، في نسبه كبيره بتخس من الدايت من غير ما تعمل رياضه. طبعا الرياضه مهمه جدا عشان صحتنا وعشان مناعتنا وعشان شكل جسمنا، لان في ناس بتبقى عندها دهون في مناطق معينه بس وبتبقى اللي هو عايزه تبني، يعني مثلا ليتس سي اغلب البنات بيخسوا من فوق بسرعه وبيفضلوا في الجزء التحتاني بياخد وقت معاهم شويه، فعشان لما هي تعمل دايت والدهون تنزل من كل جسمها تلاقي نفسها رفيعه قوي من فوق ولسه فاضل لها شويه، بتبقى محتاجه تعمل رياضه عشان توازن وتبني عضلات في الجزء ده عشان يبقى فيه توازن في جسمها. لكن انا لو مش عارف ان انا اعمل مجهود او ابذل رياضه، انا عادي ممكن اخس لانه الدايت بتاعي عليه 70% من النتائج بتاعتي. طيب انا في الاول ببقى محتاج نتائج سريعه تديني البوش الاولانيه دي، ان انا اقول الله ده انا عايزه اكمل وان انا هيبقى عندي موتيفيشن. فساعتها ممكن نلجا لحاجات طبيعيه بقى تكون بتتحكم لي في كميه الاكل اللي انا باكلها كتير، او مش بعرف اسيطر على الكريفنجز بتاعتي، لانه دايما الناس في اول الدايت تقولك ده انا هتحرم من اكل كتير قوي فهيبقى عندي مشكله، فلا انا مش هبتدي دايت، او تسال على اليوم الفري امتى، او لما تاخد يوم الفري تلاقيها بتلخبط بعديها او ان هي ما بتنتظمش. فلما تشوف النتيجه السريعه دي في الاول وهي بتاكل طبيعي ويبقى معاها الحاجه دي طبيعيه، غير المشاكل الكتير اللي احنا بنتكلم عليها من الحاجات بتاعه الحرق وكده اللي احنا دايما بننصح ان هم ما ياخدوهاش، لكن لما ياخد حاجه امنه ده هيبقى احسن لي كتير. وهو ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، اللي هو بيستا بقى. بالظبط، بيستا. كويس جدا، يا ريت ننزله برده قدام حضراتكم على الشاشه عشان الناس تشوفه ونفهم بقى اكتر. بيستا ايه المكونات اللي فيه اللي ممكن ان انا لو اخدته قبل الوجبه؟ هو بيتاخد قبل الوجبه صح كده؟ قبل الوجبه ممكن تساعد ان انا ما اكلش، يعني هي بس عندي سؤال معلش عشان برده انا دي واقعه مني. انا لو خدت بيستا قبل الوجبه بنص ساعه هقدر اكل اللي انا عايزاه، بس انا غصب عني مش هبقى قادره اكمل الصلاه اصلا كم. يعني احنا ما بنقولش للناس هنا مع استخدام بيستا ان انت عامل دايت، لا انت كل عادي بس تاخده قبل الاكل بنص ساعه. بالظبط، حلو ده. ساعات في ناس بتبقى عامله دايت بس حتى الكميات اللي محطوطه لها دي هي شايفاها قليله، فهي بتبقى عايزه تاكل اكتر من كده بالذات في الكربوهيدرات،
ففكره ان هو ياخده قبل الوجبه، سواء بقى حد بيعمل دايت وهو بياكل كتير، سواء حد ماشي عادي على هيلثي لايف ستايل بس ساعات بيبقى في فرح، معزومه خارجه مع اصحابها، أيوة. عندهم مناسبه ما، هيضطروا ان هم يطلعوا بره الاطار بتاع الهيلثي فود ده. او اطفال صغيرين مثلا عندهم كريفنجز طول الوقت او شرها او انها من ناحيه الحلويات والسكريات، فهو بس مش بيستخدم عشان الناس تخس، لان هو بيعمل حاجتين، هو بيتحكم في الشهيه بتاعتي ان هو بيخليني اكل اقل من الاكل اللي انا عايز اكله، وبالتالي هدخل سعرات اقل وبالتالي هحرق اكتر، وبيتحكم لي في الكريفنجز كمان ان انا ما يبقاش نفسي رايحه لاي حاجه بالظبط. يعني انا لما هاخده احس ان انا الشهيه بتاعتي اتسدت، وهنا الشهيه هتتسد بصوره طبيعيه، لان هو اول مكون فيه اللي هو المكون الرئيسي هو الالياف، اللي هي بتدخل تمتص الميه اللي جوه المعده، بتاخد حيز كبير، فانا بلاقي ان انا حتى لو قدامي كميه كبيره انا ما بقدرش ان انا اكمل كل ده. وبيستا هو المنتج الاول اللي فيه ثلاث انواع من الالياف، اللي هم رده القمح والشوفان والكشور بتاعه السيليوم بتركيز 6 جرام. تاني حاجه بقى اللي هتساعدني جنب سد الشهيه اللي هو الحرق. احنا اغلب اكلنا يا فيه دهون كتير يا فيه نشويات وسكريات كتير، فهو فيه الاثنين، فيه كروميوم بتركيز 500 مايكرو جرام، وده عنصر موجود جوه الجسم بيخلي الجسم يحرق نشويات اكتر ويحسن من الحساسيه بتاعه الانسولين، فالناس برضو اللي عندها مقاومه انسولين النزول بتاعها بيبقى ابطا شويه، فده بيساعدنا ان احنا الحرق بتاعنا يبقى اعلى شويه. والحاجه الثانيه فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا مشهور بفوائده عشان المناعه والبشره، بس في ليتست ستاديز كده لقت ان هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون، فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بسد الشهيه بتاعتي، وبتحكم في الاكل، وكل ده من منتجات كلها طبيعيه او المكونات بتاعته طبيعيه بالظبط زي ما بيتقال. طيب ممكن حد يجي وده ما اعرفش معلومه صح ولا غلط، يقول لك طيب لما انا باكل كميات قليله واستمر في ده فتره من الوقت، هل فعلا بيحصل ان معدتي بتصغر ولا مفيش حاجه اسمها اصلا معدتي بتصغر؟ لا، هي معدتي ما بتصغرش في الحجم غير بالعمليات الجراحيه، بس انا بعمل محاكاه ان بقى هو ده بس كميه الاكل، فانا اتعودت ان هو ده حجم معدتي، لكن انا معدتي في جهازي الهضمي هي نفس الحجم، بس هي ما بقتش بتستوعب اكتر من الكميه اللي انا عودتها عليها. كويس. وهو ده المفروض، لان انا مش المفروض املى معدتي كلها باكل، انا في تلت للنفس بتاعي وتلت للميه وتلت للاكل، بس احنا بقى متعودين احنا بناكل لحد ما الاكل بيوصل لنا لحدين. نفسنا حلوه يا جماعه، نفسنا حلوه واكلنا حلو. اه والله. طب ايه رايك نشوف الكيس؟ انا بحب دايما الموضوع لما نيجي نتكلم فيه يبقى بيزد على رياليتي او حاجه، كيس موجوده فعلا او كيسز موجوده، عشان نسمع بنفسنا الناس اللي جربت حصل معاهم ايه. طب في حاله لاستاذ ابراهيم دلوقتي هي معانا، هعرضها لحضراتكم ونسمع منه هو بعد تجربه مع باست هل فعلا الموضوع جاب نتيجه ولا لا. خلينا نعرف. احكي لنا قصتك مع باستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش اعرف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره، كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم باستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. طيب ده كلام محترم، بس كان في مدة قد إيه تقريبا؟ بص، هو المعدل الطبيعي لنزول أي بني آدم من 4 لـ6 كيلو دهون في الشهر الواحد، على حسب بقى أنه هو عنده مشكلة بتقابل الحرق بتاعه بتخلي حرقه قليل ولا لا، على حسب هو ملتزم بالدايت وبالكورس بتاع بيستا قد إيه، على حسب هو بيعمل مجهود ولا لا، لايف ستايل بتاعه عامل إزاي. في ناس ممكن كمان تحرق أكتر من كده، وفي ناس ممكن تحرق أقل من كده، بس ده النورمال. بيستا بيساعدني إن أنا الليفل ده يزيد حوالي 25%. يعني إحنا لو بنتكلم إن هو فقط تقريبا أراوند 40 كيلو من وزنه، فده مثلا ممكن ياخد لنا أقل حاجة 6 شهور. عشان يبقى الطريقه هيلثي. طبعا عشان الناس برضو ما تسمعش فتقول ايه ده انا هخس كل ده في شهرين ثلاثه. لا، احنا بناخد وقت عشان بقى ما نقابلش المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا.
اصل انت ممكن تخس بطرق مختلفه في شهر 10 كيلو بس، صدقني هترجع تتخنهم تاني، ده عن تجارب يعني. احنا بنلجا لحاجات غريبه ومضره وبعدين بنرجع للوزن اللي احنا خسرناه تاني، فما كاننا عملنا حاجه. اللي بيخس بسرعه بيرجع يزيد بسرعه تاني. طيب في بعض الاسئله بتيجي وناس بتبقى عايزه تعرف، طيب دلوقتي لو هنتكلم عن الناس اللي هي ما بتبقاش عندها ثقه قوي في الادويه، يعني من الاسئله القامله اللي انا لاحظتها يقول لك طب وانا اضمن منين ان باستا ده احسن حاجه ممكن استعملها يعني؟ فمعلش دكتور ريهام تطمني الناس اكتر اللي بتستفسر عن او بتستفسر عن النقطه دي عشان يبقوا عارفين. طبعا الضمان بتاع المنتج نفسه اللي احنا بنتكلم عليه ان هو اولا كل الحاجات اللي فيه طبيعيه، تاني حاجه ان هو واخد ترخيص بتاع وزاره الصحه، تالت حاجه ان هو منتج اصلا موجود في الصيدليات، يعني هو حاجه انا بروح اشتريها من الصيدليه. فكل ده حاجات بتخليهم انه الموضوع يبقى سيف، وانا بيبقى عندي البامفليت او الانجريدينتس بتاعتي انا بشوفها، وكمان الترخيص بتاعي اللي انا واخده، فدي حاجات بتخليني مطمن. وكفايه ان احنا بنتكلم عنه في قناه طبعا ليها كريديبيليتي، فدي حاجه برضو بتدي كريديبيليتي للبرودكت نفسه. غير كده كمان هم هيجربوا بنفسهم وهيشوف، مش هيلاقي اي سايد افكتس، ملوش اي عوارض خالص مع اي حد عنده امراض صحيه او عنده مشاكل صحيه. الناس الكبيره تقدر تستخدمه، الاطفال تقدر تستخدمه من اول 12 سنه، وهي التجربه خير دليل زي ما بيقول. انا لسه كنت عايز اسالك على الب مالتي فيت، شافه ما عرضوه قبل ما نتكلم عنه اصلا. طيب بالزبط. مفيش مشكله. الب مالتي فيت فكره هنا برضو التوازن ما بين باستا والب مالتي فيت، لان في نقطه مهمه جدا، انا لما بخس بفقد فيتامين معينه، دي حقيقه، ده هخسها عن طريق باستا، بس في نفس الوقت لما اروح اخد الب مالتي فيت في نفس التوقيت ده بيخليني ان انا الحاجات اللي انا بفقدها، الفيتامينز اللي بفقدها بعوضها. فدي مزبوط. اللي انا محتاجاه او ده الشيء ما انا ببقى. هم ليه عاملين الكورس الاثنين مع بعض؟ لان هم لقوا انه اغلب الناس اللي مثلا بتاخد برودكتس من غير ما هي بتبقى ماشيه على نظام صحي بتلاقي ان هي مش عارفه تاكل ازاي، فالموضوع زي ما انت قلتي كده بالظبط، ان هو بينقص كمية من الفيتامينز والمينرالز اللي هي بتأثر بقى على كل حاجة في جسمي، من أول شعري لبشرتي لضوافري لجلدي لجهاز الهضمي للحرق بتاعي للمناعة للطاقة اللي عندي، كل ده بيبتدي يتأثر. ففكرة أن أنا أدي حاجة تعمل بوش أو تبوست كل الكلام ده جنب أن أنا أكون بخس، فأنا هتجنب اي مشاكل ممكن ان هي تحصل لي، واي حد هيبقى عنده عرض نتيجه نقص الفيتامينز او المينرالز دي هيكون في تحسن للاعراض دي نتيجه ان انا خدت تركيزات عاليه من 13 فيتامينز ومينرالز موجودين في الب مالتي فيت. هو في المجموعه بتاعه بي كومبلكس، في فيتامين بي 6 و12 و2 اللي هم مهمين جدا عشان الحرق بتاع الكربوهيدرات، ومهمين طبعا عشان الاعصاب. في كمان فيتامين اي وفيتامين سي اللي هم انتي اوكسيدنت قويه جدا للجسم، في زنك عشان المناعه وعشان الشعر، في بايوتين عشان البنات اللي دايما بتشتكي ان شعرها بيقع او ان ضوافرها بتتكسر، في كالسيوم عشان العظم. فانا هاخد كل دول بتركيزات عاليه جنب ما انا بخس، فهلاقي ان انا ما عنديش اي مشاكل خالص من اللي بتتعرض لي للمشاكل بتاعت الدايت. الناس اللي مش عايزه تخس ممكن تاخد الب مالتي فيت لوحده، والناس اللي مش عايزه تاخد الب مالتي فيت مع باستا ممكن تاخد بيستعد برضه، الموضوع يعني فيه الفري بالظبط كده. عايز تاخد ده بالظبط، مش حاجه بالعافيه يا جماعه. مظبوط. طيب لما يجي حد برضو يتكلم عن نقطه ان هو يومه دايما ملخبط وسفريات كتير، في ناس كده ما عندهاش انتظام في روتين في حياتها، ففكره ان هو يواظب على مكمل غذائي او فيتامين بيبقى صعب. الناس دي لو حياتها كده بتفرض عليها يعني هذا الوضع، هل لو ما كانش في التزام بالدوزز بتاعه الب مالتي فيت او حتى باستا بيأثر نفس النتيجه ولا لا انا لازم امشي على الكورس بالظبط عشان برضو الناس تبقى عارفه؟ بصي على حسب يا نهاوند الهدف بتاع الشخص نفسه، يعني انا دلوقتي لو عندي تارجت معين عايزه اوصل له في وقت معين ان انا اخس مثلا، فانا لازم اكون محافظ على الكورس بتاع بيستا بالذات. طبعا لو انا باكل كويس قوي ممكن طبعا ان انا مالتي فيتامين لو انا نسيته ما يعمليش مشكله على فترات، باكل يعني باكل كويس مش معناه اكل كتير، لا باكل كويس باكل صحي متوازن بالكميات المفروض ان هي تدخل لي بالظبط. احنا تفكيرنا بنحب قوي نفسر بطريقتنا، لا احنا نوضح لهم طبعا. فلو انا قللت شويه من الدوزس بتاعت بيستا طبيعي ان هو النزول بتاعي هيتاثر،
اوكي. بس انا دلوقتي لو انا مركز مع ان انا اخد مالتي فيتامين وانا مش بخس، المالتي فيتامين عشان يبان النتيجه بتاعته عليا وان انا احس بالتحسن في الاعراض اللي كانت بتحصل لي، او انا ابقى بروتكت او احمي نفسي من حاجه ممكن تحصل لي، لازم امشي عليه 3 شهور. وبعدين دي قرص واحد بس بيتاخد في اليوم، يعني بعد بعد الوجبه. لا قبل الوجبه، يعني ممكن ان انا اخده قبل الوجبه. لو انا عندي مشاكل صحيه اخده بعد الوجبه مفيش مشكله. أوكي. اللي هو هي حاجه واحده بس في اليوم، اعمل لها ريمايندر كده او احطها قدامي او اخدها معايا في شنطتي، اخدها مره واحده وخلاص على كده. طيب بصي الوقت بيجري جدا، بس يعني عايزه منك نصيحه اخيره للناس اللي هي، يمكن انا مش هتكلم على الحجم الزياده العاديه اللي في متناول الايد الناس، لا انا عايزه اتكلم عن زياده الوزن المبالغ فيها اللي هي بتؤثر على الصحه. قبل ما نروح ونلجا للعمليات، في بدائل كتيره اعتقد ممكن توفر علينا وتوفر علينا كتير، مش بس قيمه ماديه، توفر عليك حتى رعب العمليه، لان دي بتهيألي العمليات دي المفروض تبقى اخر حاجه خالص. فتنصحي بايه الناس دي قبل ما، او الفئه دي قبل ما يلجاوا للعمليات اللي هو اخر بديل، ان هم بس هيكون الافضل ليهم؟ بالظبط كده، انا انصحهم ان هم لما هيتعودوا ان هم ياخدوا بيستا وينتظموا عليه شويه مع النظام الغذائي الصحي المتوازن اللي احنا بنتكلم عليه، وتبتدي تشوف نتائج، النتائج دي هتبقى سريعه ومطمئنه بالنسبه لك، وما عندكش اي سايد افكتس او مشاكل صحيه بتتعرض لها من الاستخدام ده، هتلاقي ان انت متحمس اكتر ان انت تكمل. واي فكره كانت في دماغك لان انت تلجا لاي عمليات ممكن يكون ليها كومبليكيشنز او مشاكل صحيه او اضرار، الفكره دي هتبتدي تروح من بالك. الناس دايما بتدور على ان انا ابقى باكل براحتي وفي نفس الوقت انا ما عنديش اي مشاكل صحيه وبخسر الوزن اللي انا عايزه، لكن العمليات دي بتخليني انا عندي ريستراكشنز نفسها في الاكل، انا ما بعرفش استمتع بالاكل. فانا هنا بقول لك انت هتستمتع بالاكل وهتاكل كميات محدوده وبطريقه امنه. كلام محترم، يعني عايزين ايه تاني؟ صح كده؟ بالظبط، عايزه ايه تاني؟ ريهام نورتينا بجد والله، فقره جميله جدا وانا نفسي استفدت. انا بشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم بكره انا وكريم ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.